انشر منشور مجدول في المنتدى في قناتي على اليوتيوب. ده موضوع حلقتنا النهاردة، فتابع معايا الفيديو للنهاية. السلام عليكم، اهلا بكم في قناة ياسمين عاشور. النهاردة كده هقولك ازاي ننشر منشور مجدول على المنتدى في قناتي. طيب ازاي ننشر منشور مجدول؟ يعني تظبط الوقت والتاريخ اللي انت عاوز تنزل فيه المنشور ده. يلا بينا. يا ريت بقى قبل ما ابدا شرح النهارده تعملي لايك للفيديو ده، ولو اول مره تشوف قناتي تعملي اشتراك في القناه، ويلا بينا على اليوتيوب. طبعا ببدا افتح اليوتيوب كده وببدا اضغط على علامه الزائد وبعدين انشاء مشاركه. بضغط كده على انشاء مشاركه وبعدين بضغط على الصوره اللي انا عاوزاها، بضغط عليها بالشكل ده. بعد ما بضغط عليها بحدد. طبعا انت ممكن تبقى تختار 5 صور بتنزلهم على المنتدى عادي. انا اخترت صورة، كتب لي 1، وببدأ ان انا اضغط على كلمة التالي. طبعا لو انت عايز تعرف الحاجات دي بتتعمل ازاي، انا طبعا كنت نزلت فيديوهات وهسيبها لك في شاشات النهاية، يعني ازاي اعمل استطلاع رأي من خلال الصور، ازاي اعمل استطلاع رأي من خلال النص، ازاي انشر منشور عادي. فيلا بينا كده نضغط على كلمة التالي. طبعا انا حددت دلوقتي الصورة بتاعتي اللي هتنزل وهعملها منشور مجدول. طبعا هنا بقى ممكن تضيف ملصق للصورة في اليوتيوب نفسه، ومن هنا بتبدأ ان انت تعمل فلاتر للصورة، ومن هنا لو انت عاوز تكتب على الصورة بتاعتنا. بضغط كده على كلمة التالي، بيجي لك بالشكل ده كده. ببدأ ان انا اكتب الحاجة اللي انا عاوزها. طبعا انا عملت تصميم للصورة دي، ببدأ اكتب كالعادة يعني لمشاهدة الفيديو اضغط على الرابط، وببدأ ان انا اضيف لهم الرابط بتاعي، رابط الفيديو اللي بيتكلم على الموضوع ده. تمام، ببدأ اعمل زي ما انا عاملة دلوقتي. هنا هنلاقي حاجة اسمها علنية، وهنا بلاقي دايرة كده، وهنا زي الساعة الرملية كده. الساعة الرملية دي لو انت عاوز المنشور بتاعك يختفي من على المنتدى بعد 24 ساعة بالظبط، لو فعلتها بيختفي يعني بيختفي الصورة بتاعتك او المنشور بتاعك من على المنتدى بعد 24 ساعة بالظبط. طيب انا مش عايزة برجع كده، بروح بقى على الدايرة دي عشان اعمل المنشور المجدول بتاعي. ببدأ اعمل ايه؟ عندك ضبط الجدول الزمني. ببدأ دلوقتي انا لما بكون مثلا ورايا حاجة او كده بعمل المنشور مجدول، يعني بختار التاريخين. عندنا التاريخ 19 اكتوبر 2023، بنزل هنا بقولك هنا الوقت، بضغط على الوقت. هنا عندك الوقت، خلينا نركز جدا ان هنا بقولك 6:29 هنا مساء وهنا صباحا. لازم نركز جدا عاوزين نعملها مساء ولا صباحا. ببدأ ان انا اظبط التوقيت مثلا على 7:30. تمام، بظبط التوقيت بتاعي. هنا لما بتختار 7 بيجي لك بقى اللي هو ايه، عايزة 7:15، 7:30، 7:10، 7:05، يعني زي ما انت عاوز. وبضغط على كلمة حسنا، ببدأ اظبط التوقيت بتاعي وكمان التاريخ، ونخلي بالنا من التاريخ جدا. ببدأ هنا عندك المنطقة الزمنية بتسيبها زي ما هي، ببدأ اضغط على كلمة تم، وخلاص بتظبط الاعدادات بتاعه المنشور بتاعك. وهنا الموعد المحدد للنشر 19 اكتوبر 2023 الساعه 7:10. تمام، ببدا ان انا خلاص كده خلصت المنشور بتاعي، وبضغط على تحديد موعد نشر المشاركه. انا بنتظر دلوقتي لما المنشور دلوقتي خلاص مش هينزل على المنتدى. طبعا تم جدوله مشاركتك لنشرها في وقت لاحق، يعني هنروح كده على هنضغط كده على صوره ياسمين عاشور اللي هي صوره القناه، وبعدين بروح على كلمه قناتك، وبعدين بنروح على حاجه اسمها المنتدى، كلمه المنتدى بضغط عليها. ومن هنا المشاركات المنشوره، دي المشاركات المنشوره. اما عن المشاركات المجدوله ببدا ان انا اضغط عليها، وهنا لمشاهده الفيديو اضغط على الرابط وهينزل في التوقيت اللي انا عملته. اما عن المشاركات المؤشفه دي اللي انت بتنتهي صلاحيتها بعد 24 ساعه، الصور اللي انت بتحدد ان بعد 24 ساعه بتنتهي صلاحيتها، بتلاقيها موجوده هنا لو انت عاوز تعمل لها اعاده نشر او كده. بس كده، عندك اي سؤال او استفسار اكتب لي في التعليقات، انا برد على كل التعليقات. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.